ايش قد تقدرون توفرون التجهيز ساعات باليوم الواحد معدل؟ انطيني رقم. استاذ حبيبي حسبة الساعات ما يقدر ولا خبير كهرباء يقول لك ايش قد اعطي ساعات. هسه خليني افكر وياك بصوت عالي. زين. صيف العام الماضي قالت الناس يعني صيف جيد. مو كل زين بس العام. قالوا صيف زين احسن من المواسم السابقه. وقدرنا احنا ككهرباء بتجهيزنا نوعا ما جيد حتى نخفض اسعار المولدات. شلون معدل التجهيز؟ العام؟ ايه وصل 14 ووصل 16 وبعض المناطق اللي بالجنوب وصل حتى 20. زين. صيفنا هذا العام احسن. 20 ساعة أحمد. تجهيز وصلت؟ لا بالمناطق الجنوبية، انا اتحدث عن البصرة. عن الناصرية، اجزاء من الناصرية. بعد بغداد ايش فيه؟ ها، مو هذا اللي سولفت لك اياه. المشكلة مو بالانتاج، اليوم بغداد شو يريد لها؟ يريد لها خطوط نقل. يريد لها محطات تحويليه، يريد لها محطات ثانويه، ذن الجزء اللي افتتحه صاحب محمد، خلي اقول لك بلغه اهلنا. اي بعض مناطقنا اليوم وهذا شغل الكهرباء كله، ازيد الطاقه واطلع خطوط واسوي محطات والرئيس يحط خطه، ساعات التجهيز. طبعا. احكي لي التجهيز ايش قد؟ مو؟ اي ساعات التجهيز اكو بعض شبكات التوزيع اللي انا وانت نتفق والجميع. بعد ما يفيد بها تصلح لعطل، بعد ما يفيدها تحط له محولة زايدة. اكو شبكات يريد لها تبديل كامل. خلاص انا احكي على شبكات عمرها من الـ80. هاي الشبكة مع هذا النمو والانفتاح وتفسيخ المناطق الزراعية وزيادة الطلب والسوق المفتوحة والمقتنيات للمواطنين والاجهزة والطلب المتزايد، بعد هاي شبكة التوزيع اللي انا مسويها من الـ80 تقدر تركيد، تقدر تواكب هذا الطلب.